على مسافة 132 كيلومتر وبسرعة 220 كيلومتر في الساعة، يجري العمل على إنجاز خط سكة الحديدية الجديد المزدوج والمكهرب فائق السرعة بشمال غرب البلاد، والذي يربط بين 4 ولايات انطلاقا من ولاية وهران مرورا بولايتي معسكر وسيدي بلعباس وصولا إلى ولاية تلمسان. مشروع يعتبر من أولى تجارب النقل السريع عبر القطارات في الجزائر، والذي يصنف في مصاف مشاريع المنشآت القاعدية محكمة التشييد، الهدف منها تحسين نوعية خدمات النقل للمسافرين والبضائع. هذا الخط يدخل في إطار التحديث وتثنية الخط الشمالي الممتد من الغرب الجزائري إلى الشرق حتى العنابة وصولا إلى عنابة، يدخل في إطار سياسة الدولة لتثنية وتحديث الخط الشمالي. مهمتنا تتمثل في إنجاز مشروع الخط المزدوج المكهرب، تركيب وتصحيح أجهزة الإشارة والاتصالات السلكية واللاسلكية. المشروع وفرت له جميع الشروط لإنجازه. منشآت فنية ضخمة يتقدمها الجسران العملاقان اللذان صمما رغم التضاريس الوعرة، منها جسر وادي السر الذي يعلو سطح الأرض ب 130 مترا على مسافة 2 كيلومتر بدعائم ارتكاز مصنوعة من الخرسانة المسلحة، تمتد أعمدة تثبيتها إلى عمق 26 مترا. الجسر العملاق كلف حوالي 125 ألف طن من الخرسانة المسلحة وحوالي 22600 طن من الحديد، والجسر الثاني الموجود على مدخل ولاية تلمسان وطوله حوالي 700 متر. بتقنيات عصرية يتم تجهيز خط السكة الجديد بنظام خاص بالصيانة الأوتوماتيكية. نحن فرقة مكلفة بإنهاء محاقات جسر العملاق، منها استكمال الأرصفة وتوصيل الممرات الخاصة بالألياف البصرية، مجهز بأنظمة مضادة للزلازل وللرياح، ويحتوي على محطة جوية وبمقاييس عالية الدقة. يتم أيضا وضع المنصة الخرسانية والمعدنية على طول مسار السكة. نحن متواجدون في النقطة الكيلومترية 93 من المشروع، حيث تتواصل أشغال وضع السكة بحوالي 500 متر يوميا. للذكر المسافة المنجزة حوالي 93 كيلومتر. مهمتنا هي المراقبة والمتابعة على أعلى نوعية ودعم المكلف بالمشروع تقنيا لإنجازه من أجل تجسيد الأشغال في آجالها المحددة، وبالموازاة مع أشغال إنجاز هذا الخط ورشات تسهر على تهيئة محطة وادي تليلات. كل أشغال حفر الردم وضع السكة نزع السكة، أشغال أساس صرف المياه وكذا وضع الأرصفة. الأشغال الآن قائمة بنظام دوامين، دوام صباحي ودوام ليلي. عقول وعدت وخططت بسواعد شيدت أضخم مشروع يتعزز به النقل عبر شبكة السكك الحديدية، تبرز من خلاله تطلعات السلطات العليا للمضي قدما في تجسيد الجزائر الجديدة.